أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وعلى هذا المنبر الملتزم بهذه القضايا الإنسانية والمجتمعية. موضوع اليوم اللي كنناقشوه هو موضوع ديال الأم التي استغلت الطفلة ديالها في مدينة طنجة في صور إباحية وعرضها على دارك ويب. هذا اللي بغينا نقولوا، هذا العالم الأسود الذي يسخر فيه كل ما هو مشين وكل ما يمس الإنسانية في عمقها، ورواده كله من المرضى ومن المرضى النفسانيين، الشيء الذي يجعل الأطفال ديالنا كلهم مهددين بهذا العالم الأسود وليس العالم الأزرق. طبعا هذا يوازيه، كأننا نتحدث عن العالم الخير والشر، فالويب هناك فيه العالم الأخضر اللي نعتبره الخير، ولكن العالم الأسود اللي هو الدارك ويب اللي هو عالم الشر في هذه الوسيلة الحديثة ديال التواصل. إذا عندنا أم اللي كتستغل الطفلة ديالها والطفلة أخرى في هذه الأعمال الإباحية من أجل ربح المال ومن أجل الوصول إلى أغراض دنيوية وإلى الربح إلى غير ذلك. هذه الظاهرة طبعا ليست ظاهرة محصورة في مدينة طنجة، بل أنها سمعنا بها في مدن أخرى وسمعنا بها في دول أخرى وسمعنا بها يعني مرارا وتكرارا، لأن الأمهات ويعني بين قوسين، لأن حين نسميها أم يجب أن تلتزم بمنطق الأمومة الذي تعلمناه والذي ترعرعنا فيه، ورأينا أمهاتنا وأمهات الغير عنوان المحبة، عنوان التضحية، وعنوان كذلك الالتزام. ولكن أنا لا أعذر هؤلاء، لا أسميهم أمهات، وإنما هم مرضى تحت لهم فرصة أنهم ينجبون أطفال. لهذا نقول دائما في منظمة ما تقش ولدي على أن الزواج هو التزام، ويجب أن تكون هناك تأهيل للزواج، ويكون هناك مشروع مثلا لتكوين النساء المقبلات على الزواج، كذلك للرجال المقبلين على الزواج، لأن الزواج والالتزام هو ميثاق غليظ ويجب أن نلتزم به، ويجب أن نكون أسوياء حتى ندخل في غمار إنجاب الأطفال وكذلك تربية الأطفال. إذا هذا نداء عام بالنسبة للعلاقات الإنسانية عموما. كل من لاحظ بأن هناك أسرة أو أم تعامل أبنائها معاملة غير طبيعية يجب أن يبلغ، والتبليغ ليس عيبا، والتبليغ هو واجب. لماذا؟ لأنك ربما بهذا التبليغ ستحمي طفلا أو طفلة من ممارسات مشينة قد تؤدي فيما بعد إلى إنتاج عاهز اجتماعية قد تعيد إنتاج هذه الظواهر الخطرة والإجرامية في حق الطفولة. جمعية ما تقش ولدي هي تبنت هذا الموضوع وتبنت هذا الملف كما تتبنى القضايا من هذا النوع. هذا قدرنا، ونحن فخورون بتأدية واجبنا تجاه بلادنا وتجاه وطننا ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه وفضح ما يمكن فضحه، من أجل أن نقلص من الهوى ونقلص من هذه الممارسات المشينة التي تمس مستقبلنا. ونؤمن دائما أن الاستثمار في مجال الطفولة هو أقرب طريق لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في بلادنا. الجلسة الأولى مرت هذا الأسبوع، وطبعا نحن دائما على اتصال وتتبع للقضايا، وكذلك مثل هذه القضايا طبعا التأجيل هو كان فعلا، ولكن نحن نطالب بممارسات أخرى إلى جانب التكفل بهؤلاء الأطفال عبر خبرة نفسية ثم محاكمة الأم. هذا طبعا لا مفر منه، ولكن علينا أن نهتم كذلك بالضحية، نهتم بالطفل ونعرضه على خبرة نفسية ومحاولة علاجه كي لا يعيد إنتاج ما مورس عليه في المستقبل. بالنسبة لهذه القضية، هي أم التي كانت تتاجر بصور إباحية لواحد الطفلة وطفلة أخرى من الأقرباء ديالها اللي كانت كتاجر بهم صور على الويب، وكان من بين الذين يعني كانوا يدمنون على هذا النوع من الفرجة المريضة هو واحد الأخ من السعودية الذي اتصل طبعا ببعض الإخوان في المغرب، و
مرر إليهم هذه الفيديوهات، لأن الدخول إلى دارك ويب صعب جدا وفيها منخرطين، لأنه هو لها شروط كثيرة وهي كذلك مؤدات عنها ليس مجانية. فهو استطاع أن يأخذ هذه الفيديوهات ويسربهم إلى أحد معارف هذا الإنسانة التي طبعا، وهو قام بالواجب وأخبر الجهات المعنية، والتي طبعا لم تتأخر في إلقاء القبض على الجانية وتقديمها للعدالة. تم تقديمها للعدالة، وظهرت من بعد هذه المسألة مجموعة متفرقة من الحالات مماثلة، والآن السلطات تحاول أن تأخذ بالخيط الناظم إن وجد ما بينهم، ولكن هم كلهم رواد الدارك ويب، هو نقطة الالتقاء ديالهم كاملين هي الدارك ويب. هذا المصاب الخطير جدا في المجتمعات، يجب أن ننبه أطفالنا في المدارس وداخل الأسر على لا يقربوا هذا العالم، لأنه عالم شيطاني، عالم مدمر، وعالم فيه إدمان على الجريمة وعلى كذلك الإشادة بالجريمة، وهذا شيء خطير جدا الذي يجب أن ننبه أطفالنا لهذا العالم، ثم أن تكون لنا في منازلنا وسائل لحماية الأطفال من مشاهدة هذه القنوات الخطيرة والتي تؤدي إلى الإشادة بالجريمة.